حبايبي الحلوين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم عم بشاره على الهوا. زي ما تعودنا انتوا مش محتاجين تفتكروا، بس بفكركم برضو مواعيدنا زي ما انتوا حافظينها، كل يوم سبت من الساعه 6 للساعه 7 دي حلقات الهوا، وعندنا كمان حلقاتنا المسجله اللي بنروح لكم في محافظاتكم واماكنكم نسجلها معاكم، ودي ميعادها كل يوم ثلاث برضو من الساعه 6 للساعه 7. معايا في الحلقه النهارده مجموعة من البنات والولاد، عسلات كلهم، وإن كان البنات عددهم غالب شوية عن الولاد، عشان كده حلقة هتبقى لذيذة ودمها خفيف. تعالوا نتعرف بيهم. قاعدة قصادي يوستينا حبيب، أهلا بيكي. جنبها يوأنا منير وميرنا منير، هي أختك ولا أنت اللي اختها؟ انتوا الاثنين. بعد كده مريم كريم، ازيك يا مريم؟ انجي عبيد وادم ملاك شبيه النني، وبعد كده ايمان عبيد، اهلا بيكي، ومهرائيل كريم، وجنب منها مريم ايمن، بعد كده كيرولوس ايمن، وجرجس اشرف، ده من اسيوط، وهنسقف له لسبب لانه جاي من اسيوط عشان يحضر معانا حلقه النهارده زي ما بنوعد اصدقائنا اللي فازوا. وجرجس كان فاز في حلقه من حلقات الهوا، يا ريت نسقف له كلنا. اهلا بيك يا جرجس. اما على الصف بتاعي بقى من ناحيه عربيتي واحنا وجايين ناحيتي، معانا جونير شنوده، بعدها فريده رياض، وبعدين ماسيو اشرف، سوري ماسيو يوسف، وبعدين تيرفينا عماد، وجوستينا فريد، وعلى يميني يساب القس. اهلا بيك يا يساب، اهلا بيكوا حبايبي الحلوين، ازيكم؟ لا لا لا، نعلي صوتنا كده، ايوه كده. خلصنا امتحانات بقى والنتائج ظهرت، وابتدينا اللعب بقى ونروح النادي، واللي عايز يصيف بيصيف، وبقيتوا فاضيين صح؟ هايل، صيفت عقبال يا رب ما صيف. تعرفوا انا عندي في الكنيسه بتاعتي اصدقاء كتير صغيرين زيكم كده. امبارح واحد من اصدقائنا الصغيرين شافني فقال لي عم بشاره انا عايز اسالك سؤال. قلت له اتفضل، كان اسمه يوسف. قلت له اتفضل يا يوسف. قال لي يعني ايه بودي جارد؟ هو يقصد بودي جارد اللي هي بالانجلش بودي جارد. قلت له يا حبيبي البودي جارد ده وظيفة، يعني بيبقى حد بيختص بحماية الشخصيات الكبيرة اللي ممكن تتعرض لمشاكل أثناء تحركاتها. بس يا يوسف البودي جارد لازم يكون ليه مواصفات. قال لي يعني إيه؟ أنا بشوفهم. قلت له أيوه، هم لازم جسمه ضخم، بناه الجسماني قوي جداً، وغالبا بيلعب رياضات بقى كمال اجسام وحمل اثقال، ودلوقتي كمان لازم يتعلم بعض العاب الدفاع عن النفس يا يوسف، زي الكاراتيه والكونغ فو والكلام ده. المهم لازم يكون شخص قوي جدا عشان يقدر يحمي او يحافظ على امن الشخصيه اللي هو بيبقى شغال معاها. خلصت كلام مع يوسف وسرحت كده، قلت طب ما احنا عندنا في تاريخ المسيحيه حد كان برضه قوي جدا وبنيانه قوي جدا، بس خد فترة كده من حياته كان بيستخدم بنيانه ده وقوته في حاجات شريرة. مين يعرفه؟ مين؟ قول. شمشون. لا، احنا بنتكلم على حد تاني. كلامنا النهارده حبايبي
عن قديس عظيم بنحتفل بتاريخ استشهاده بعد يومين، يوم الاثنين الجاي 1 يوليو بنحتفل بتاريخ استشهاده. هو القديس العظيم القوي في التوبة، مين؟ الأنبا موسى الأسود. الأنبا موسى الأسود يا أولاد استشهد في 24 بقونة سنة 123 شهداء، كانت موافقة 408 ميلادية، وإحنا بنحتفل زي ما قلنا بعد يومين بتاريخ استشهاده. الأنبا موسى الأسود كان بنيانه قوي قوي. وليه بنقول عليه يا أولاد القوي في التوبة؟ أقول لكم، بنقول عليه دايما هو خد اللقب ده القوي في التوبة لأنه كان لما بيقرر يتوب عن خطية معينة كان بيتمسك بأنه ما يرجع لهاش تاني، ويصر كان يقعد مع نفسه يراجع كده الخطايا اللي بيعملها وياخد قرار بتصميم قوي جدا إنه ما يرجعش للخطايا دي تاني خالص، وكان يطلب الدعم من ربنا إنه يقف جنبه عشان ما يرجعش للخطايا. طب منين حد يعني إحنا اللي انتوا لو فاكرين قصة حياته أولاده، واتعرض كان حياته فيها مشاكل كتير وكان بيعمل خطايا كتير جدا مفيش خطية ما عملهاش. طب ممكن نسأل نفسنا بقى، الله إزاي حد يا عم بشارة كان بيعمل الخطايا دي كلها وبعدين بقي قديس؟ تعالوا سوا كده نفتكر ملامح أو يعني مراحل من حياة القديس العظيم القوي في التوبة الأنبا موسى الأسود، ونتعرف على بعض مواقف مرت عليه من خلال قصة حياته. الأنبا موسى الأسود يا حبايبي اتولد في أثيوبيا سنة 332 ميلادية، ويقال أنه كان أصله من فصائل البربر. أما كبر شوية بقي جسمه قوي جدا وبنيانه قوي طول بعرض، وكان شره جدا في الأكل، يأكل ويشرب كتير قوي، وكان بسبب قوته دي دايما يستخدمها في حاجات شريرة، يضرب الناس ويسرق ويقتل ويعمل حاجات عجيبة قوي. اشتغل للأنبا موسى الأسود، أو تعالوا نقول هو لسه ما بقاش بقى أنبا ولا قديس، لسه موسى الأسود اشتغل في البداية عند شيخ من شيوخ قبائل البربر، قبيلة ما كانش بيعبد ربنا، كان ده اللي شغال عنده، ما كانش بيعبد ربنا، كان بيعبد الشمس. في لحظة عرف سيده ده اللي هو شيخ القبيلة دي إن موسى بيعمل أعمال شر كتير وبيقتل ويسرق ويعمل حاجات صعبة قوي في الناس وبيستغل قوته إن الناس بتخاف منه، فطرده. أول ما مشي من عند سيده راح هرب كون عصابة، يعني مش كفاية إنه اتطرد عشان مثلا بيعمل حاجات غلط فيتوب بقى، لأ كون عصابة، ابتدوا يسرقوا وينهبوا ويعملوا حاجات كتيرة قوي يقتلوا الناس. بس كان بيجيله لحظة، كان بيجيله أوقات كده يقعد مع نفسه ويتأمل في موضوع الشمس هي الإله ولا لأ. طبعا زي ما حكيت لكم كان السيد اللي هو بيشتغل عنده كان بيعبد إيه؟ الشمس، فهو اتربى كمان على ان مين الاله؟ الشمس. فكان يقعد يسرح كده ويبص للشمس، يعني جاله لحظات شك كده، فكان يقول لها لو انت الاله عرفيني يعني، اما لو كان في اله تاني ارجوك عبر لي عن ذاتك. وفجأة سمع صوت بيقول له في رهبان يا موسى في برية شهيت يعرفوا ربنا كويس قوي، روح لهم وهم يعرفوك مين الإله الحقيقي. ما كسلش، راح واخد السيف بتاعه، طبعا هو ما كانش بيمشي من غير السيف ده، وخد بعضه وراح على فين يا أولاد؟ على برية شهيت. وهناك أول ما قابل القديس إيسوزوروس، قس الإسقيط اللي هو مسؤول عن ألالي الرهبان. القديس إيسوزوروس لقى نفسه قصاد حد ضخم قوي وماسك سيف، اتخض، قال له انت عاوز ايه؟ قال له انا جاي علشان عرفت ان انتوا بتعبدوا اله انا نفسي اتعرف عليه، وجاني صوت ان انتوا يعني اكتر ناس
ممكن تعرفوني على الإله الحقيقي، فما تخافش مني. ابتدى القديس إسوزوروس يتكلم معاه، فلقاه بيعترف بكل خطاياه اللي فاتت، فحس ان هو فعلا جاي يتوب، جاي يتعرف بجد على الإله الحقيقي. فخده وراح موديه للقديس مكاريوس الكبير اللي تبناه بقى روحيا، وابتدى يكلمه عن بابا يسوع وعن تجسد بابا يسوع في بطن العذراء وعن الفداء والصلب. فأدرك ان مش الشمس، مش ممكن تكون الشمس المخلوقة اللي خلقها ربنا تبقى هي الإله ونسيب الخالق نفسه، صح يا أولاد؟ ابتدى يؤمن فعلا بالإله الحقيقي رب المجد يسوع المسيح، ونال على إيد القديس مكاريوس، نال نعمة العماد أو المعمودية. كان في الوقت ده ابتدى بقى يرتبط بالطقوس والصلوات المسيحية، يصوم ويصلي ويعترف ويخدم ويساعد الرهبان ويعمل حاجات كتيرة قوي. مين بقى اللي كان متضايق منه لما لقاه بيعمل كل الحاجات الكويسة دي؟ مين؟ هتقولي الشيطان. برافو عليكي. الشيطان بقى كل ما يلاقيه ارتبط أكتر بالصلاة والصوم، وبالذات بعد ما عرف الإله الحقيقي، يقعد يفكره بأيام زمان والخطايا بتاعته القديمة، علشان هو يقول بينه وبين نفسه لأ ده أنا منفعش، ويحس بحالة من اليأس، ويمكن يسيب الدير ويمشي. وده اللي كان عايزه، وده اللي كان عاوزه الشيطان، لأنه كان بيقعد يكلم نفسه الشيطان يقول إزاي واحد كان نموذج ومثال لي على الأرض يبقى فجأة يعني في قوة الإيمان دي وبيعبد بابا يسوع. كان في الوقت ده كمان اترسم القديس راهب، بقي راهب من رهبان الدير، وزادت بقى خدماته لإخواته الرهبان، وكان بيعمل حاجة عجيبة قوي، يجي بالليل يمر على الألالي بتاع الرهبان يلم الجرار. جرار يا أولاد جمع جرة. طب حد عارف جرة يعني إيه؟ جرة دي زي إناء من الفخار كده، كانوا زمان يملوا فيه مية من البير والكلام ده، ويبقى كل راهب عنده الجرة بتاعته علشان لما يعوز يشرب يشرب منها. يلم الجرار بتاعة الرهبان كلهم ويروح للبير البعيد علشان يملاهم مية ويرجعهم تاني لألال الرهبان. كان الشيطان برضو مش سايبه، كان الشيطان مش سايبه، كل شويه يحاربه، كان كل ما يتعب والشيطان يحاربه ويحس انه هييأس يجري على معلمه القديس إسوزوروس علشان يقويه ويعلمه ازاي يقاوم الشيطان، لحد ما الشيطان زهق وقابله في يوم عند البير اللي رايح يملى منه ميه، وضربه علقه لا تتخيلوها لدرجه انه اصيب في رجله وما بقاش قادر يمشي عليها، لحد ما اخواته الرهبان عرفوا ان هو هناك راحوا جابوه، وقعد 3 ايام يرتاح لحد ما بقي كويس. اخواته الرهبان رشحوه للبطرك انه يرسمه قسيس، وفي اليوم اللي جاي فيه البطرك يرسمه قسيس حصلت حاجه عجيبه قوي. البطرك كان عايز يختبر مدى طاعته ومدى احتماله، فاول ما دخل وصى كده الرهبان انهم يتكلموا عنه، وراح قال هو ايه اللي جاب الراجل الاسود ده هنا؟ اطلع بره. عمل ايه القديس موسى؟ خرج بره فعلا، اطاع وخرج بره. فالبطرك عجبه جدا انه قد كده هو مطيع واحتمل السخريه منه، بعت وراه شماس جابه، ويقال ان الشماس سمعه بره بيكلم نفسه بيقول انت فعلا يا موسى خطاياك كتير، ويمكن انت ما تستحقش تبقى وسط الناس الكويسه دي. فجابوا الشماس وفعلا البطرك رشموا قسيس، اترشم قسيس على في اسكندريه. في يوم بقى وهو في الدير حصل، كان في الفتره دي يا اولاد البربر بيهجموا على الاديوره عشان ينهبوها وينهبوا الحاجات اللي فيها ويسرقوها. ففي يوم وهم موجودين في الدير هجم البربر على الدير، كان معاه 7 من الرهبان تانيين
فقال لهم اللي عايز يهرب منكم يهرب. فقالوا له طب وانت؟ قال لهم انا مش ههرب، لان انا مستني اللحظة دي عشان اقابل فيها رب المجد يسوع، انا مشتاق له جدا. وفعلا ما اتحركش من مكانه، قابل البربر بقوة شديدة جدا، انما كان نهاية جهاده ان يتقتل هو وباقي الرهبان، ما عدا واحد منهم هرب واستخبى بعيد شوية، بس شاف رؤية جميلة قوي يا ولاد. شاف انه هما بيتقتلوا بيستشهدوا، ملاك الرب نازل وفي ايده اكليل بعددهم، بعدد اللي استشهدوا، واكليل تاني زيادة، فادرك ان الاكليل ده ليه هو كمان، فتقدم وقابل البربر وهو فتح لهم صدره، ونال هو كمان إكليل الشهادة مع باقي الرهبان ومع القديس العظيم الأنبا موسى الأسود القوي في التوبة. قوة التوبة شفته نقلت عبد سارق قاتل عمل خطايا صعبة قوي لقديس عظيم. أنا لو قعدت أكلمكم عنه إزاي بقى راهب ومعلم وقديس، لو قعدنا نتكلم عنه حلقة أو اتنين وتلاتة مش هنخلص. اللي فاضل اقوله لكم يا اولاد ان القديس العظيم الانبا موسى الاسمد الاسود القوي في التوبه موجود مع جسد معلمه القديس اسوزوروس في مقصوره واحده في دير العذراء البراموس بوادي النطرون. بنصحكم احنا بنروح اديوره كتير، اما تزوروا دير البراموس ابقوا عدوا خدوا بركته هو والقديس العظيم اسوزوروس. ايه رايكم في قصه الانبا موسى الاسود؟ حلوه؟ عجبتكم؟ في حاجات صعبة كتير، بس أهم درس ناخده منها إننا ما نيأسش مهما كانت خطايانا، مهما الشيطان لو جه في لحظة أو لحظات ضحك علينا، باب التوبة مفتوح. مش بس هتتغفر خطايانا، ده احنا ممكن نتحول لحاجة كبيرة قوي، ومتهيألي مفيش أعظم من التحول اللي حصل للأنبا موسى الأسود اللي بقي قديس عظيم ومازال ببركته وبجسده بيحصل معجزات لغايه دلوقتي. تمام يا اولاد؟ طبعا انتوا قاعدين بقى بعد الحدوته ما خلصت، عايزين بقى ندخل بقى في ايه دلوقتي؟ ايه معاد بقى المسابقات والمعلومات والحاجات الجميله. عندنا اصدقائنا دلوقتي اكيد بيحاولوا على التليفونات، التليفون بتاعنا حبايبي هينزل دلوقتي قدامكم على الشاشه، اكتبوه قدامكم وحاولوا اتصلوا بينا علشان توصلوا لنا نتسابق سوا وتفوزوا معانا. ونعرف اصدقائنا بمسابقتنا شكلها ايه. احنا عندنا دايما يا اولاد كام مجموعه؟ برافو عليكم. اللي بيتصل بينا بيختار مجموعه من ال 12، بنفتح المجموعه نلاقي فيها كام سؤال. اول سؤال مين اللي بيساله؟ السمكه الشقيه. تاني سؤال الارنب. برافو. تالت سؤال القرد الشقي بتاعنا ده. الرابع صديقتنا اللي رقبتها طويله الزرافه. والخامس الشرس ملك الغابه. بيعمل ازاي الاسد يا اولاد؟ لا بس هتخوفوني. طب يا عم بشاره، واللي بيكسب معانا بيجي يحضر معانا حلقه من حلقات البرنامج. واول صديق وصل لنا هو مارتن. الو مارتن، الو مارتن، مارتن حبيبي ارجوك وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. الكلام ده لكل اصدقائنا اللي ان شاء الله هيوصلوا لنا في حلقه النهارده. الصوت في التلفزيون بيتاخر عن الصوت في التليفون، وده بيضيع الوقت اللي ممكن تفكر فيه في الاسئله. وطي التلفزيون يا مارتن واسمعني من التليفون ونقول تاني الو. مارتن، النداء الاخير الى مارتن. طب ما تيجوا ننده عليه سوا، عد واحد اتنين تلاتة اشخطوا فيه يمكن نايم يصحى. واحد اتنين تلاتة يا مارتن. لا كده مارتن مش معانا متهيألي. شكرا يا مارتن، معلش حاول مرة تانية، ولسه احنا في بداية الحلقة ونتمنى تحصلنا وتشارك معانا. ومعانا ماريا. الو ماريا، ماريا الو، ازيك يا ماريا؟ كويسة. بتتكلمي منين يا مرمر؟ من الخصوص. منين؟ من الخصوص. من الخصوص وبتكلمينا مخصوص، اهلا بيك. انت عندك كام سنة؟ 10. يا رب يبقوا 100 سنة. جاهزة انك تتسابقي معانا؟ جاهزة. طب ماريا احنا عندنا حبيبتي 12 مجموعة.
عايزك تختاري مجموعة من ال 12، تختاري رقم كام؟ 6. 6. والمجموعة رقم 6 يا مريا فيها كام سؤال؟ 5. أول سؤال مين اللي هيسأله لمريا يا أولاد؟ السمكة. تعالي نشوف السمكة هتسألك تقول لك إيه. يلا يا سمكة. طب أيوه هي وصلت السمكة. كمل الآية. طوبى للذين نقت ولم يروا. أحبوا ولا فرحوا ولا آمنوا؟ والوقت ابتدى يا مرمر 30 ثانية. السؤال بتاع السمكة بيقول طوبى للذين نقت ولم يروا. طوبى للذين أحبوا ولا فرحوا ولا آمنوا ولم يروا؟ ها؟ آمنوا. آمنوا. متأكدة يا مريا؟ برافو، إجابة صح. أصدقائنا بيسقفوا لك أهو من قبل ما نقول الإجابة صح ولا غلط. برافو يا مريا. السؤال التاني مين اللي هيسأله صديقنا اللي بياكل الجزر ده؟ أرنب. تعالي نشوف الأرنب هيسألك يقول لك إيه. يا ترى يا صحابي دولة سوريا عاصمتها اسمها إيه؟ مسقط ولا بكين ولا دمشق؟ والوقت ابتدى. سؤال سهل، سوريا عاصمتها إيه؟ مسقط ولا بكين ولا دمشق؟ سوريا عاصمتها مسقط ولا بكين ولا دمشق؟ يلا يا مريا الوقت بيجري، قولوا معايا الوقت بيجري. يلا يا مريا الوقت بيجري. ها مريا السؤال مش مستاهل ده كله. 6 ثواني. 5 3. قلتي ايه؟ دمشق. اجابه صح. برافو سعفوله. وصلنا يا مرمر لسؤال صديقنا الشقي اللي بيتنطط بين الشجر ده وبياكل سوداني وموز، اللي هو مين؟ القرد ولا المانكي؟ ما القرد هو المانكي. تعالي نشوف المانكي القرد هيسألك يقول لك ايه. كما ذكر في الكتاب المقدس، موسى النبي، داود النبي، يوسف الصديق. والوقت ابتدى. ميكال في الكتاب المقدس ذكر ان زوجها كان مين؟ موسى النبي ولا داود النبي ولا يوسف الصديق؟ ميكال زوجها موسى النبي ولا داود النبي ولا يوسف الصديق؟ وفاضل 15 ثانية. يلا. داود النبي. داود النبي يعني مش موسى النبي ولا يوسف الصديق طبعا. عارفة ليه؟ لأن هو داود النبي. برافو عليك. وصلنا لسؤال صديقتنا الطويل، الزرافة، عشان طويلة صح؟ تعالي نشوف الزرافة هتسألك تقولك ايه. مين اللي طلب جسد السيد المسيح من بيلاطس البنطي عشان يدفنه؟ نيكوديموس ولا يوحنا الحبيب ولا يوسف الرامي؟ والوقت ابتدى. حد طلب من بيلاطس ان ياخد جسد رب المجد يسوع عشان يدفنه، ده كان نيكوديموس ولا يوحنا الحبيب ولا يوسف الرامي؟ يوسف الرامي. ايوه كده، اسمعي كلام ماما، هو صح يوسف الرامي. برافو. مريا، يا مريا. ايوه. في اسد بيسال عليكي، ادخله افتح له الباب؟ طب الاسد جايب لك سؤال، تعالي نشوف بيقول لك ايه السؤال بتاعه. كم اجمالي عدد زوايا المثلث ولو جمعناهم زائد عدد زوايا المستطيل وجمعناهم كمان زائد عدد زوايا المربع يدونا كام؟ 8 زوايا ولا 10 زوايا
ولا 11 زاوية؟ والوقت ابتدى يا مرمر 30 ثانية. والسؤال بيقول اجمالي عدد زوايا المثلث زائد عدد زوايا المستطيل زائد عدد زوايا المربع، كل دول يساووا كام؟ 8 ولا 10 ولا 11 زاوية؟ ها؟ هو 4 و 3 و 4 و 4 يبقى 11. حسبتيها ازاي؟ المثلث 3 3 اضلاع المثلث 3 ايوه والمستطيل المستطيل 4 والمربع 4 يبقى 11. برافو عليكي شاطره، مبروك مبروك ماريا. انا بتبسط قوي يا ماريا اما يبقى اول مكالمه في الحلقه واللي بيتصل بينا اول مكالمه يفوز، ده شيء بيبسط عم بشاره خالص. حبيبتي الاعداد بتاعنا يتواصل معاكي عشان تيجي تنورينا وتحضري معانا حلقه من حلقات البرنامج. اصدقائي، في اصدقاء لينا بيتفرجوا دلوقتي منتظرين برضو حظهم أو حقهم في أنهم يجوا يحضروا معنا حلقات البرنامج. الأصدقاء دول هم اللي جاوبوا على سؤال الحلقة اللي فاتت، فاكرين الحلقة اللي فاتت بتاع المعزة العصبية الزرزورة دي؟ أصدقاء كتير جاوبوا على السؤال. السؤال كان بيقول المعزة زيزي اتنرفزت على مين وإيه اللي كان ممكن تعمله علشان تقلل النرفزة دي؟ أصدقائنا اللي جاوبوا كلهم جمعنا أسمائهم هنا في البولة دي قدامنا، وهنسحب اتنين يا ولاد اسمين ييجوا يحضروا معانا حلقة من حلقات البرنامج. نقلب، قولوا لي بس لحد ما ها كفاية بس، ونختار فائز أو فائزة. مارك ومارلين شكري من العاشر، مارك ومارلين سقفوا لهم. الفائز أو الفائزة التانية، الفائز أو الفائزة التانية جولي عصام من هنا، أهلا مبروك. مارك وجولي إن شاء الله هيجوا يحضروا، هديتهم إنهم هيجوا يحضروا زيكم كده حلقة من حلقات البرنامج، نفرح بحضورهم معانا وكمان نتصور سيلفي في آخر الحلقة. حبايبي الحلوين، معايا هنا في الاستوديو مواهب جميلة خالص، بس أنا عايز أبتدي بحاجة أنا بحبها. أنا بحب الألحان جدا، ومعايا هنا حد موهوب في الألحان خالص، تعالوا نتعرف عليه. معايا هنا قاعد جنبي يساب القس. إزيك يا يساب؟ هتمسك المايك وهنخلي كلامنا كله في المايك. يساب أنت عندك كم سنة؟ 8 ونص يعني. 8 ونص يعني داخل على 9. يوساب أنت من كنيسة إيه؟ سعدتكم الله. اهلا بيك. انا سمعت ان انت من صغرك بتحفظ الحان ومواظب على الخرس شمامسه وكده، صح؟ انت شماس في الكنيسه. طيب هتسمعنا لحن ايه يا يوساب؟ كبرت وافرح يا مريم. هايل، يلا بينا نسمع يوساب، اتفضل. كي اي اي Yeah.
وسقفوا ليوساب. شايفين يا ولادي المواهب شيء جميل ازاي؟ يوساب احنا كان نفسنا نقعد نسمع منك الحان لحد نهاية الحلقة، بس احنا دلوقتي مضطرين يعني نقول لك كفاية كده، برغم انك كنت ممتع بالنسبة لنا، لان في اصدقاء لينا مولعين الشمع دلوقتي وحاطينه في التورتة، هنطلع نروح لهم نعمل فاصل صغير نقول لهم هابي بيرثداي ونرجع تاني. استنوا هنا رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. كلها كم ثانية وراجعين. للإعلان على سي تي في، الوكيل الإعلاني الحصري، شركة نجم للدعاية والإعلان. تليفون 010-681-6000. إيميل sales@nigmadvertising.com. عقبال مين
عيد سنة لكل أصدقائنا اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم الشهر ده، يا رب دايما فرحانين ومبسوطين وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه السنة الجاية وسنوات عمركم كلها. حبايبي دلوقتي وصلنا لتاني لحظة من الترقب. كان عندنا أصدقائنا اللي جاوبوا على سؤال الحدوتة صح؟ خدنا اتنين هيجوا يحضروا معنا حلقة. طب احنا عندنا مسابقة بنطلقها على صفحتنا على الفيسبوك قبل الحلقة الهوى كل اسبوع. المسابقة دي بتبقى يعني بقالنا فترة بنعمل مسابقة طريفة او كلكم بتحبوها في قوة الملاحظة او الاختلاف بين صورتين. اصدقائنا اللي جاوبوا صح موجودين هنا، انما تعالوا سوا نشوف المسابقتنا النهاردة كانت شكلها ايه والاختلافات لو عرفنا نطلعها سوا. يلا بينا. ها مسابقتنا جاهزة ولا لسه؟ اهي بصوا يا اولاد احنا في هنا اختلافات، تعالوا نفكر سوا كده. يعني بصوا الستارة هنا مختلفة، عندي فيها حتة زي بقليلة كده. وايه تاني؟ الراجل الكبير ده في الصوره دي اللي على الشمال في حاجه في راسه زي دبوس احمر كده. وايه تاني؟ بصوا يا اولاد اخر التورته الحته اللي تحت مش شبه بعض. صوره فيها ثلاث موزات وصوره فيها اتنين. مين اللي كان الموزه دي؟ ايوه بصوا الصينيه، اهو الصينيه فيها حاجه هنا صفراء والناحيه الثانيه لونها مختلف سماوي. وايه تاني؟ ايوه الارنب، بصوا الارنب ماسك في ايده في صوره حاجه كده اورنج والناحيه الثانيه مش ماسكها. ايه تاني؟ ايوه الراجل الكبير في صوره فيه في رقبته زي بابيونه والناحيه الثانيه مفيش. الاختلافات كتير قوي. في بولة زرقاء الناحية دي والناحية دي بدلها او موجود هنا تمثالين. بالظبط. بصوا الاختلافات كتير والمسابقة جميلة لدرجة كل اصدقائنا قاموا من كراسيهم عشان يحاولوا يحلوا. باختصار شديد كل اصدقائنا كتير قوي قدروا يجاوبوا ويوصلوا للاختلافات بين الصورتين، حاطين اسمائهم برضو هنا في البولة اللي قدامنا دي. وهنختار كام؟ هيحصل لهم ايه الاثنين دول؟ هيتضربوا؟ امال هيعملوا ايه؟ هيجوا يحضروا حلقه معانا وينورونا زيكم. اقلب لحد ما تقولوا لي بس. ماشي. والفائز او الفائزه الاولى في مسابقه الفيسبوك ساره هاني، سقفوا لها. ها؟ بس يلا. الفائزة الثانية مريم مجدي كمال، سقفوا لها. أصدقائنا اللي فازوا الإعداد هيتواصل معاكم عشان تيجوا تنوروا عم بشارة في حلقة من حلقات البرنامج وهتبقى هي دي المكافأة بتاعتكم. يا ترى أصدقائنا دلوقتي بيحاولوا على التليفونات صح؟ تفتكروا المكالمة الجاية ولد ولا بنت؟ ها؟ طلع فعلا ولد معانا كيرولوس. ألو كيرو. يا كيرو ازيك يا كرولوس؟ الو يا كرولوس ازيك؟ كرولوس وطي ازيك يا حبيب عم بشاره، وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. ولو حابب حد يا سيدي هغششك حاجه كويسه قوي، لو حابب حد يسمع الاسئله معاك عشان يساعدك ما عندناش مانع، بس اسمعنا من التليفون وافتح الهاند فري بتاع التليفون، انما تسمعناش من التلفزيون. كرولوس من فضلك وطي. الو 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 انا دوليسيا. مين؟ دوليسيا. زار مش كرولوس، معلش الخطوط بتدخل في بعضها بس انا مش سامع اسمك كويس. مين؟ ميليسيا. ميليسيا؟ اهلا ميليسيا. طيب بص ضيعنا وقت كتير على ما نظبط الصوت ونقول اسمعونا من التلفزيون، يلا بينا نختار المجموعة اللي هنتسابق بيها. احنا كان عندنا ميليسيا 12 مجموعة تمام؟ اتاخدت منها المجموعة رقم 6.
أي مجموعة غير رقم 6 ممكن نختارها. كام؟ ها؟ 2. المجموعة التانية فيها كام سؤال يا أولاد؟ 5. زي كل المجموعات 5 أسئلة صح؟ طب أول سؤال مين اللي بتسأله؟ السمكة. السمكة عايمة وجاية بالسؤال أهو. تعال نشوف السؤال بيقول إيه يا ميليسي. للمساكين نقط لأن لهم ملكوت السماوات، بالمال ولا بالعقل ولا بالروح؟ والوقت ابتدى يا ميليسيا. السؤال اوكي بس نسمع أصدقائنا تاني. السؤال بيقول طوبى للمساكين نقط لأن لهم ملكوت السماوات، والاختيارات طوبى للمساكين بالمال ولا بالعقل ولا بالروح، وانت جاوبتي وقلتي بالروح وإجابتك صح. برافو بعفول. اي الضحكة دي عندي تسوى كتير قوي، لما حد من أصدقائنا يبقى فرحان يا رب فرحتك تكمل كده، ونجاوب على الخمس أسئلة كلهم وتبقى الفائزة التانية معانا النهاردة. السؤال التاني يا ميليسيا. ألو بتقولي حاجة؟ السؤال التاني. ألو أنا معاكي. السؤال التاني بيسأله لنا الأرنب. الأرنب تعالي نشوف الأرنب هيسألك يقول لك إيه. ها يلا يا أرنب. حاجة موجودة كتير قوي في الصحراء، يا ترى إيه هي؟ الأشجار ولا الرمال ولا الأسماك؟ مفيش أسهل من كده. السؤال ده عايز ثانيتين ويتجاوب. حاجة موجودة كتير قوي في الصحراء، الشجر ولا الرمل ولا السمك؟ ها هو السؤال ده عايز مساعدة برضو. الصحراء فيها شجر كتير ولا رمل كتير ولا سمك كتير؟ الرمال اللي هي الرملة صح. برافو. سؤال الشقي. السؤال الشقي مين الشقي يا أولاد؟ القرد. تعالي نشوف القرد هيسألك يقولك إيه. ما الاسم القديم لأبونا إبراهيم؟ إسرائيل ولا إبراهيم ولا صفنات فحنيح؟ الوقت ابتدى. الاسم القديم لأبونا إبراهيم إسرائيل ولا إبراهيم ولا صفنات فحنيح؟ ها الاسم القديم لأبونا إبراهيم إسرائيل ولا إبراهيم ولا صفنات فحنيح؟ إبراهيم. إبراهيم يعني مش صفنات فحنيح؟ اوعي تغيري رايك لان هو فعلا ابرام. اجابه صح. وصلنا لسؤال صديقتنا الوديعه الجميله الطويله اسمها ايه؟ معاها سؤال. تعالي نشوف بيقول ايه السؤال. هو معنى كلمة نجل؟ ها؟ طيب ميليسيا احنا اسفين المكالمة الخط قطع، مش عارفين من الضغط اللي عندنا ولا من عندك. انا عايز اقولك ان مجموعتك انا محتفظ بيها، واحنا كنا عند سؤال الزرافة، لو لحقتينا هنكمل المجموعة ومن حقك، وان شاء الله لو لحقتينا تكوني من الفايزين معانا. تيجوا ناخد بريك بموهبة كده يا ولاد. طيب معانا ولد شاطر خالص برضو في الألحان، وجايلنا من مشوار بعيد قوي من الصعيد، وأنا بحب الصعيد لأن أنا كمان صعيدي. هو من أسيوط وأنا من سوهاج، المحافظة اللي بعد أسيوط على طول. تعالوا نرحب سوا بجرجس أشرف. تعال خد المايك، ادي لزميلك اللي قاعد جنبك يمسكهولك علشان تمسك أنت الدف. خليله المايك قصاد بقه الأول. نتعرف بيك يا جرجس، أنت عندك كام سنة؟ 12. يا رب يبقوا 100 سنة. واضح إنك متمرس في الألحان من زمان. و طب يلا عشان ما نضيعش وقت قول لنا هتسمعنا لحن إيه؟ أبخر الصوص.
يلا بينا نسمع جرجس. اتفضل. بخير استو اسبنا برافو سعفولو. خليك واقف بقى، هقول لك ليه. فين تيرفين عماد؟ قاعده جنبي هنا، ممكن تديها المايك؟ اتعب معانا معلش. هايل، عارف ليه هنديها المايك؟ خد يا تيرفين المايك. اه اتفضل، ميرسي خالص. كرولوس انت شخص جدع وخدوم. تيرفينا يا اولاد موهوبه في الترانيم. تيرفينا انت عندك كم سنه؟ 7 سنين و8 شهور. لا ودقيقه، 7 سنين و8 شهور. هايل خالص. هتسمعينا ترنيمه ايه؟ نغميه حلوه. يلا بينا نسمع تيرفينا. نغميه حلوه فضلت جوه ودني ترن، قمت سائلها قول يا نغمة جتيلي منين. نغمة يا حلوة فتلك جوا ودني ترن، قمت سائلها قول يا نغمة جتيلي منين. قالت أنا صوت فاتك صوت حبيبك ورايك، قم يا سكر راح له بيته وهناك على طول خليك. قالت أنا صوت فاتك صوت حبيبك ورايك، قم يا سكر راح له بيته وهناك على طول خليك. نسمة يا حلوة تملي حواليا تطير، قمت نادتها ردت هي بصوت عصافير. نسمة يا حلوة تملي حواليا تطير، قمت نادتها ردت هي بصوت عصافير. قالت أنا نسمتشو من عندي يا ساعة من فوق، قم يا سكر راح له بيته وهناك تفرح وتروق. قالت أنا نسمتشو من عندي يا ساعة من فوق، قم يا سكر راح له بيته وهناك تفرح وتروق. برافو سعفو لتيرفينا. هايلة يا تيرفينا. ترنيمة جميلة خالص بيحبها كل الأطفال، وتيرفينا قالتها بشكل جميل خالص. ربنا يبارك في موهبتك يا حبيبتي وتخدمي بيها كده وتفرحي كل أصدقائنا. الوقت بيجري حبايبي. قبل ما وقت الحلقة يخلص احنا بنقدم زي مكافأة مؤقتة لأصدقائنا اللي بيفوزوا اننا بنذكر أساميهم. اللي فاز معنا في حلقة الأسبوع اللي فات 3 باتريك وجوليانا وأبانوب. مبروك لباتريك وجوليانا وأبانوب.
أما اللي فاز معانا في حلقة النهاردة واحد بس وهي ماريا. معانا لسه ناس هتفوز، هما ما فازوش لغايه دلوقتي انما هيفوزوا. مين يا اولاد اللي هيجاوبوا على سؤال حدوته النهارده؟ والسؤال بيقول: ما هي القوه التي غيرت عبد قاتل سارق الى قديس عظيم نقتدي به؟ حبايبي الحلوين اعرفوا الإجابة الصحيحة وبعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عم بشارة على الهواء. عندنا كمان وسائل اتصال تانية زي الإيميل بتاعنا أو صفحتنا على الفيسبوك، يهمنا نسمع آرائكم مقترحاتكم ملاحظاتكم على البرنامج، حتى لو في حاجة سلبية قولولنا عليها، لأن يهمنا أن يبقى البرنامج في الصورة اللي انتوا عاوزينها، لأن انتوا الهدف وانتوا فرحتنا كلنا. حبايب الحلوين للأسف وقت الحلقة خلص. قبل ما نمشي ونقول باي باي لأصحابنا، بعد ما نقول باي باي لأصحابنا هنيجي ناخد بومبوني من عم بشار. دلوقتي هنبص للكاميرا ونقولهم ايه؟ باي باي. تعالوا خدوا بومبوني. علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشار. لسه بدري يا عم.